السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات الجولة 37، جولة قبل الأخيرة، اليوم الأحد 28/5/2023. اليوم أتلتيك بلباو خسرت من ليتشي 0-1. عندنا أتلتيكو مدريد فازت على ريال سوسيداد 2-1، أحرز دفاع أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان في الدقيقة 37، نهويل مولينا في الدقيقة 73، هدف ريال سوسيداد عن طريق الكسندر سورلوس في الدقيقة 88. برشلونة فازت على مايوركا 3-0، أحرز الأهداف أنسو فاتي في الدقيقة الأولى، أنسو فاتي في الدقيقة 24، وجافي في الدقيقة 70. أمال هيمشوا أنسو فاتي ليه؟ ما هو بيلعب حلو أهو، وعامة يعني هو أداؤه مش يعني متذبذب كده، ولكن يعني مش عارف، ممكن يكون مثلا تشافي عايز يفضل الفريق بحيث ان هو يكون مبلغ عشان يقدر يجيب ميسي، ولا ايه اللي هيحصل مش عارف بصراحة. ختافي فاز على اوساسونا 2-1، احرز دفاع ختافي هو الاسم العجيب ده، والهدف سنة عن طريق خايم ماتا في الدقيقة 90، خلينا نقول اسمه لايوس وخلاص. اوساسونا احرز هدف لويز افيلا في الدقيقة التانية. قادش فازت على سيلتا فيجو 1-0، وعندنا رايو فايكانو فازت على فياريال 2-1، والميريا تعادلت ام بلد لوليد 0-0، جيرونا خسرت من ريال بيتيس 1-2، وفالنسيا تعادلت ام اسبانيول 2-2. احرز دفاعي فالنسيا دييغو لوبيس في الدقيقة 38 وسامويل لينو في الدقيقة 93، هدفي اسبانيول في الدقيقة 40 سيزار مونتس، والهدف الثاني عن طريق مارتن بسوايت في الدقيقة 50. طيب متابعينا الكرام، طبعا بداية الجولة كانت امس السبت 27/5/2023، اشبيليه خسرت من ريال مدريد 1-2. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجوله قبل الاخيره. خلينا نشوف كده الفرق الرسميه المتاهله لدوري ابطال اوروبا والدوريات الاوروبيه كده. برشلونه في المركز الاول 88 نقطه، هو بطل طبعا الدوري الاسباني هذا الموسم من 3 جولات فاتوا من الجوله 34. ريال مدريد المركز الثاني 77 نقطه، اتلتيكو مدريد المركز الثالث 76 نقطه، وريال سوسيداد المركز الرابع 68 نقطه. كده رسميا الاربع فرق المتاهله هم برشلونه متصدر الدوري، تاهل طبعا ومش هيلعب مع بايرن ميونخ لان بايرن ميونخ متصدر الدوري الالماني، دي حاجه كده ايه بنمس على جماهير برشلونه، والله انتوا حبايبنا والله. اما ريال مدريد فهو صاحب المركز الثاني ب 77 نقطه، ممكن يقع مع السيتي عادي بطل الدوري الانجليزي، ممكن يقع مع نابولي، ممكن ما حدش عارف هيقع مع مين بصراحه، بس لو وقع مع السيتي هتبقى الصراحه مجموعه نار، وفي نفس الوقت هنزعل بصراحه، هنزعل لو حد في هما الاثنين هيتاهلوا من غير اصلا ما نشوف مين الباقيين معاهم، سنزعل لو كانوا في ثلاث فرق مثلا او في المجموعه دي اقوياء. اتلتيكو مدريد المركز الثالث 76 نقطه، وريال سوسيداد المركز الرابع ب 68 نقطه، فياريال المركز الخامس 63 نقطه، تاهل للدوري الاوروبي خلاص رسميا. ريال بيتيس المركز السادس ب 59 نقطه، وخلينا نفتكر كده بطل الكاس، بطل الكاس اسبانيا هو ريال مدريد، فريال بيتيس رسميا تاهل للدوري الاوروبي لان بطل الكاس لاسبانيا وبطل كاس ايطاليا وبطل كاس الاتحاد الانجليزي ومش عارف معاهم كاس فرنسا ولا ايه مش فاكر بصراحه، دول بيتاهلوا للدوري الاوروبي على طول. فريال بيتيس كده بما ان ريال مدريد هو البطل الخاص بالكاس، فريال بيتيس تاهل كونه مركز سادس او بمعنى صح الاعلى في الترتيب بعد الدوريات الاوروبيه، فريال بيتيس تاهل للدوري الاوروبي كده خلاص ب 59 نقطه، وهيسيب بقى مكانه في دور المؤتمرات لاوساسونا او اتلتيك بلباو او جيرونا او رايو فايكانو او اشبيلية، شايف دول كلهم واحد من دول كلهم كده هو اللي هيتأهل لدور المؤتمر الاوروبي اللي هو هيكون صاحب المركز السابع. الكلام ده هيبان امتى؟ في الجولة القادمة الاخيرة باذن الله تعالى. حتى الان اسسونا هو المركز السابع ب 50 نقطة، اتلتيك بول المركز الثامن بفرق الاهداف، ازاي بفرق الاهداف انا مش عارف بصراحة، هنا سالب 6 وهنا 4، المفروض اتلتيك بالباو هو الاعلى. على كل حال هو 50 نقطة حتى الان، هنشوف الجولة الاخيرة هي الحاسمة، هجيب لك الترتيب الصحيح بنسبة 100% ان شاء الله. جيرونا المركز التاسع 49 نقطة، رايو فايكانو المركز العاشر 49 نقطة أيضا، وإشبيلية المركز 11 49 نقطة. طب إشبيلية عنده موقف كده، إشبيلية دلوقتي بيلعب في نهائي دوري الدوري الأوروبي اليوروبا ليج أمام نادي مين؟ أمام نادي روما الإيطالي. لو إشبيلية قدر يفوز هيتأهل لدوري أبطال أوروبا، ويبقى خمسة متأهلين لدوري أبطال أوروبا من أسبانيا، هيبقى ساعتها برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد ومعاهم إشبيلية، تمام كده؟ ده لو اشبيليه فازت في النهائي، لسه هنشوف النهائي تقريبا يوم الاربعاء القادم 31/5 تهيألي، بس هنعمل فيديو ان شاء الله يعني. طيب نرجع تاني لترتيب الدوري، رايو فايكانو المركز العاشر زي ما قلنا 49 نقطه، واشبيليه المركز 11 49 نقطه. لو اشبيليه ما فازش هيبقى عنده فرصه لو كسب الجوله الاخيره مع تعثر مين؟ الباقيين دول كلهم، واخد بالك؟
يعني كل واحد من دول محتاج يفوز ويسيبها على الله، فاهم قصدي؟ ويشوف ايه اللي هيحصل بقى. على كل حال، اشبيليه المركز 11 حتى الان 49 نقطه، مايوركا المركز 12 47 نقطه، قادش المركز 13 41 نقطه، ختافي المركز 14 41 نقطه، فالنسيا المركز 15 41 نقطه، الميريا المركز 16 40 نقطه، سيلتا فيجو المركز 17 40 نقطه، فالادوليد المركز 18 39 نقطه، اسبانيول المركز 19 36 نقطه، وإليتشي المركز 20 والاخير 24 نقطه. بصوا، هو الهابطين رسميا هم إليتشي هبط لدوري الدرجه الثانيه الاسباني، اسبانيول هبط، بلد الوليد لسه، بلد الوليد عنده فرصه مع سيلتا فيجو والميريا وفالنسيا وختافي وقادش. شايف يعني؟ سبحان الله، من اول مركز يعني الوحيد اللي قاعد في المنطقه الدافئه ولا همه اي حاجه اصلا، ما بيفكرش في اي حاجه خالص، مايوركا. الباقيين كلهم مهم ان هم يعملوا ايه؟ مهم ان هم يحافظوا على مكانهم، دول علشان ما يهبطوش لازم يفوزوا، والباقيين اللي فوق لازم يفوزوا علشان يقدروا يوصلوا لدوري المؤتمر الاوروبي. عامه على كل حال، مين الاخطر او يعني المقرب للهبوط اكتر؟ بلد الوليد. اما سيلتا فيجو الميريا وفالنسيا، او سيلتا فيجو الميريا بنسبه اقل شويه في موضوع الهبوط، فالنسيا وكده بنسبه اقل خالص، يعني فرصتهم احسن ان هم يستمروا في الدوري. طيب متابعينا الكرام، خلينا نتعرف الان على ترتيب الهدافين. انا عارف ان الجولتين الاخر في الدوري الاسباني والايطالي والانجليزي والكلام ده كله بيطولوا معانا شويه، عارف بقى انت بنتكلم على مين المتاهل والكلام ده كله. متصدر الهدافين روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونه في المركز الاول 23 هدف، وبص هو صاحب الحذاء الذهبي اصلا في الدوري الاسباني هذا الموسم، لان مع احترامي الكامل لو ابراهيم كريم بنزيما مش هيقدر يسجل 6 اهداف عشان يبقى هو المتصدر، وكمان ليفاندوفسكي ما يسجلش في الجوله الاخيره، الموضوع مستبعد شويه. في المركز الثاني كريم بنزيما وابراهيم لاعب ريال مدريد 18 هدف، والمركز الثالث خوسيلو لاعب اسبانيول 16 هدف، والمركز الرابع انطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد 15 هدف، والمركز الرابع بورخا لاعب ريال بيتيس 15 هدف ايضا. بعد كده المركز الخامس انيس اون لاعب ختافي 14 هدف، وفيديت موريك لاعب بايورك. اما بالنسبه لصناع الاهداف متابعينا الكرام، انطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد المركز الاول صنع 14 هدف، عامل شغل حلو مع اتلتيكو مدريد هذا الموسم. انطوان جريزمان صنع 14 وسجل 15، شغل عالي بصراحه حلو. المركز الثاني ميكل ميرينو لاعب ريال سوسيداد صنع 9 اهداف، هو كده برضه بنسبه 100% انطوان جريزمان اللي هو صاحب درع صناعه الاهداف، افضل لاعب صنع اهداف يعني. المركز الثاني ايضا من فينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد صنع 9 اهداف، والمركز الثالث لوكاس روبرتو لاعب الميريا صنع 8 اهداف، ورودريجو لاعب ريال مدريد. متابعين الكرام، انا طولت عليكم اسف، كان معكم محمد نور الدين. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك الفيديو. باذن الله تعالى الجوله الاخيره هيكون موعدها يوم اعتقد الاحد القادم او السبت، نعمل عنها فيديو باذن الله تعالى. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بعتذر على الاطاله.